افتتح في العاصمة عمان المخيم العربي 23 للمرشدات الذي تستضيفه جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية تحت شعار يدا بيد نبني الأوطان. ويهدف المخيم الذي تستمر فعالياته لستة أيام إلى توثيق أواصر الود والإخاء بين المرشدات والقائدات على المستوى العربي والمساهمة في تبادل الخبرات والتعريف بأهم المعالم التاريخية والثقافية والسياحية في الأردن. لا شك أن مثل هكذا مخيمات إرشادية تثري حياة الطلبة، تزيد التبادل الثقافي ما بين الدول العربية، تزيد مهارات المشاركين جميعا في تبادل خبرات ميدانية مباشرة بين الحركة الإرشادية في جميع أنحاء الدول العربية، ويمكن أن تنقل الحركة الإرشادية الأردنية إلى مصاف العالمية. اللقاء بالأفريقة العربية وتوطيد العلاقات بالإضافة لتبادل المعلومات والعادات والتقاليد كلها أهداف يسعى المشاركون لتحقيقها عبر هذا المخيم. أنا اسمي إسراء من مصر، أنا مشاركة في المخيم العربي للمرشدات 23. دي مش أول مرة أن أنا أشارك في مخيم للمرشدات، شاركت كان في شرم الشيخ عندنا. حبيت أن أنا أكرر التجربة، الموضوع حلو جدا، أحس أن أنا بسافر أكتر من دولة وأنا في مكاني. المخيم الافتتاح بتاعه كان حلو قوي، وأنا متوقع إن شاء الله أنه هيبقى في استفادة كتير. كفاية أصلا أن إحنا عرفنا أكتر من دولة وإحنا في مكان واحد، نتعرف على دول جديدة ونقطة علاقتي بيهم، ونستفيد يعني مهارات جديدة وحاجات جديدة يعني، ولغات نتعلم منهم. معكم مرشدة ريان نايف العلي من دولة الكويت، رايحين نمثل الكويت في مخيم 23 العربي في المملكة الأردنية الهاشمية تحت شعار يدا بيد نبني الأوطان. والمخيم تحت رعاية الأميرة بسمة بن طلال، وأتمنى أن يكون المخيم ناجح، واستفدت من المخيم أن أكون صداقات وأتبادل الخبر ومعلومات من دول أخرى. بنوطد علاقاتنا مع العرب الآخرين، وكمان بنستفاد وبنعرف تقاليدهم وكل شيء بيتعلق بهم، وإحنا بنفيدهم كمان وبنعرف ثقافتهم وكيف يتعاملوا في الإرشادية، وإحنا كيف نتعامل ونتبادل الخبرات. اسمي جميلة منصور، مرشدة من دولة فلسطين. طبعا سعيدة جدا أني جيت أمثل بلدي في الدولة الشقيقة الأردن، ومبسوطة كتير بهاي المشاركة، وإن شاء الله الافتتاح كتير كان جميل، وإن شاء الله بيكون المعسكر كتير أحلى، وبنقدر نتبادل المعلومات الكشفية وبنكون سعيدين بهذا اللقاء، وبنتبادل الثقافات كمان، وإحنا إخوة طبعا في كل البلاد. وكمان نقص من سعادتنا أنه ما شاركوا محافظة غزة، إن شاء الله في الأيام القادمة يشارك. إحنا اليوم بمخيم 23 تحت شعار يدا بيد نبني الأوطان، هو أقيم في الأردن. استضفنا كثير دول هون، من ضمنهم كان يعني الدول أغلبها العربية، وإحنا كثير انبسطنا وتعرفنا يعني منها تعرفنا على ثقافات الدول الأخرى. بنتمنى أن الأردن ترجع تستضيف هيك وفود لعنا لحتى كلنا نبني الوطن سوا. برنامج المخيم يشتمل على العديد من الفقرات كالقرية الإرشادية والاستكشاف والمغامرة وإجراء عدد من الزيارات الثقافية والسياحية والتاريخية، منها زيارة مدينة البتراء، بالإضافة إلى اليوم الوطني الذي يهدف إلى التعريف بتقاليد الدول العربية المشاركة في المخيم. عبد الله الشيخ، الحقيقة الدولية.